مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم هنا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا في هذا الأثناء حادثة سير خطيرة وقعت لنا في طريق الموت طريق مديونة. جوج طوموبيلات كنشوفهم داخلين في صخرة، الطوموبيل هذه اللي كتشوفوا على أعينكم والطوموبيل المرافقة لها، الكار الآن راه تم الإزاحة ديالو يعني حيدوه من ديك البلاصة في انتظار يعني يحيدوا حتى الطوموبيل هذه، الطوموبيلات بزوج اللي يعني عرقلوا السير ديال بصح يعني تسبوا في واحد الكارثه اللي هي كبيره، ولا واحد البلوكاج اللي هو كبير في الطريق للاسف. الحمد لله على ما كنشوفوا انه ما كاينش واحد الخسائر اللي هي بشريه، ولكن هناك خسائر ماديه كما كتشوفوا الطوموبيل راه دخلت في صخره. الله يلطف يا ربي والله يدير شي تاويل الخير لهاد الناس وعافاكم، حاولوا على راسكم من حوادث من هاد الحوادث ديال السير، راه كل نهار كنشوفوها كل نهار كنشوفوها، وللاسف في بعض الاحيان يعني كتكون عندها واحد الخسائر اللي هي بشريه. فهانتوما كيف ما كتشوفوا الان يعني الطريق راه مبلوكيا ديال بصح هنايا، هانتوما الطوموبيل اللي دخلت في الصخره. كما كتشوفوا في هاد اللحظات الطريق راه بلوكيا كامله هنايا بسبب الحادثه السير اللي وقعت هنايا. الان كنشوفوا الحضور ديال رجال الدرك الملكي هنا في الطريق من اجل التسيير ديال العمليات ديال المرور، لانها راه تروينات ديال بصح، رانا وقع واحد روينه ديال بصح، جوج طوموبيلات دخلوا في الصخره والكار كان يعني تحك مع 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 الطوموبيلات بجوج مع الطوموبيلات بجوج. الان الناس راهم ركبوا يعني قبل قليل كانوا الناس واقفين ما راكبينش، يعني كانوا نازلين غير في يعني في الشارع على برا، وهذا الشيء راه كيشكل واحد الخطر كبير. حنا اكيد كنشوفوا الان انه كاين واحد الاشغال، كاين يعني اشغال من اجل يعني تحسين البنيه التحتيه ديال هاد الطريق. هاد الطريق هذه اللي دائما الله يستر كنشوفوا فيها المصايب الكحله، يعني كيوقعوا فيها مشاكل هي كبيره. ومؤخرا قبل اشهر كنا وقفنا على واحد الجريمه اللي هي مروعه واللي ماتوا فيها ثلاثه اشخاص، شابتين وشاب. هانتوما كيفما كتشوفوا الان كنشوفوا الحضور ديال رجال الدرك الملكي من اجل القيام بالاجراءات ديالهم حتى هما يعني وحنا في الطريق. على الاقل بعدا يبداو الاشغال خاص ضروري تكون واحد الطريق اللي غادي يمشيو منها المواطنين. الان حديثة السير وقعات البلوكاج، عرفتوا شحال ديال البلوكاج اللي واقع هنايا، راه الطرق كامله واقفه هنايا راه كامله. ها انتم كما كتشوفوا هانتوما كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، عناصر الدرك الملكي بمديونة تابعين لإقليم مديونة كيحضروا الآن لعين المكان من أجل تسيير العملية ديال المرور. ربما هناك نزاع، كيقول شخص بأنه ما خدش المكان من هنايا أصلا، الطوموبيل في الصخرة حتى يعني طاح على دخلها طاح. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كما كتشوفوا كنحاولوا نعطيكم التفاصيل ديال هذه الحادثه الخطيره اللي وقعت الان. طوموبيل دخلت في صخره، يعني الحمد لله ما كايناش واحد الخسائر اللي هي بشريه، ولكن راه هناك خسائر ماديه جسيمه بالنسبه لهذا الطوموبيل اللي دخلت في الصخره، والطوموبيل المرافقه لها اللي حتى هي دخلت معها. كيفاش وقعت هذه الحادثه؟ انا كنشوف كنصور راسي كيفاش وقعت هذه الحادثه هذه. حنا نورمالمون حنا عارفين ان الطريق يعني كتدي وكتجيب هنايا، راه مشاكل على الاقل غيبداو الاشغال، ولا بد خاص تكون واحد الطريق اللي هي يعني كتنظم يعني كيقدروا يدوزوا منها المواطنين. فالان هانتوما كيف ما كتشوفوا حادثه سير خطيره وقعت هنايا طريق مديونه. هانتوما كيفما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، الآن حضور ديال رجال الدرك الملكي بعين المكان من أجل يعني تسيير الحركة ديال المرور، لأنه راه واقع الآن واحد البلوكاج، يعني طرق الطريق هنايا كاملة هنايا مرونة ديال بصح. نتمناو التدخل ديال الناس المسؤولين باش على الأقل بعدا يديروا واحد الطريق اللي هي يقدروا يدوزوا منها المواطنين، واللي يعني ما
ما نشوفوش هذه الفوضى كامله وهذه الروينه كامله. سي فغي اه صحيح حنا نبغيو نشوفوا البلاد ديالنا مزيان، نبغيو نشوفوا ان الطرق يعني تتقاد بنيه تحتيه يعني تحسن هنايا وسميتو، ولا سيما راه ديما دائما تما كنزوم من هاد الطريق ديال مديونه راه كنديروا لايفات كنحاولوا نوصلوا الصوت الناس مسؤولين باش يدخلوا، لانها فريمون كانت في واحد الحاله اللي هي كارثيه، وعلى الاقل بدات بعد الاشغال نديروا واحد 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 الطريق تكون بعدا واحد الطريق شويه، ولا نحاولوا كيف نعرفوا كيفاش نبداو هاد الاشغال باش ما توقعش هاد الروينه كامله، لانه راه اللي غيدوز من هنا ولا اللي غادي يكون جاي من هنايا راه غادي يتمحن ديال يعني المواطنين هنايا كيلقاو واحد الصعوبه اللي هي كبيره بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تي في شوفوا معنا هذا البلوكاج اللي واقع الان بطريق مديونه، ها نتوما الموبيلات يعني حابسين. اذا ها نتوما كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في يعني الطريق محبوسه هنايا كامل، ها نتوما منين جاي الحديد راه باقي يعني من تحت. ردوا بالكم المواطنين اللي مستعملي الطريق اللي كيستعملوا الطريق بشكل يومي، ردوا بالكم الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم راه هذا الشيء هذا كيشكل خطر عليكم كبير، كيشكل عليكم واحد راه كيشكل واحد الخطر كبير عليكم. هذه الطوموبيليات. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.